بسبب موجة الحر الشديدة اللي صارت عندنا بالمنطقة قمنا بفعاليات لتلطيف الجو على أهلنا في المخيمات. قمنا بتوزيع ألواح البوز، قمنا بتعبئة خزاناتهم بالمياه، بالإضافة إنه جبنا مسبح متنقل لحتى نلعب شوي مع الأطفال بالمياه لنخفف عنهم موجة الحر الشديدة. مشوفين والشباب جابوا لنا مسبح وكيفنا كتير. اليوم كنا مشوفين، كنا فرضنا كتير كتير السنة. سبحنا ولعبنا وفقصنا وضحكنا وجابوا لنا كرود وغنينا وضحكنا. هون بالمخيمات عايشين ببيئة معدومة البنية التحتية بالأساس، محرومين من حق اللعب، التعليم، العلاج. موجة حر شديدة عم تضرب المنطقة بهالكم يوم. في مجهود من فرق تطوعية من البلد، منهم النازحين كمان بالخيام حاسين بالمعاناة.